نروح بقى للي حصل في قمة ليون ومارسيليا والشغب الجماهيري الكبير. واحد من الجماهير رمى ازازة مية جت في راس لاعب مارسيليا اسمه ديمتري باييه. طبعا وقفوا المباراة، جزء كبير من الجماهير نزلوا أرضية الملعب، الدنيا ظبطت على ما خرجوهم. المهم طبعا نتج عن هذا الامر ان لازم يكون فيه قرار، فقرار اللي حصل بعد كده طبعا نتيجه لهذا الشغب الجماهيري ان رابطه الدوري الدرجه الاولى الفرنسي لكره القدم قررت اقامه مباريات اولمبيك ليون في المسابقه بدون جمهور لغايه لما ينتهوا من التحقيقات. طبعا ده حصل بعد ما الغوا مباراته الاخيره ضد ضيف اولمبيك مارسيليا. اللي حصل ده خلى جهات كثير تحذر من شغب الملاعب. وبالمناسبه رئيس ليون جان ميشيل اولاس قال يعني علق على اللي حصل ده وقال نوجه اعتذارنا، تم الإبلاغ عن الجاني على الفور وتم القبض عليه، هذا عمل فردي. طبعا اعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسيانيانو يعني ان اللي حصل ده مارسينيانو ايا كان ما رحناش بعيد، قالت بعد تعليق المباراة دي ان طبعا احداث الشغب اللي بتحصل دي ستؤدي الى تدمير مستقبل كرة القدم الفرنسية. وطبعا كانت ظاهرة مش لطيفة بالمرة، اللي من حضراتكم شاف المباراة او اضعف الايمان اللي شاف جزء كده من الاحداث اللي تم تداولها من خلال اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لا المنظر يخض وحاجة مش لطيفة ومش معتادة قوي. انا متفق معاك جدا، حاجة غريبة جدا. والفكرة هنا هل هو بيرميها قصده ولا بيرميها ازاي؟ بيرميها قصده بتبقى افراد، لا طبعا تصرف غير لائق تماما، بس كويس ان هم عرفوا يلاقوه وسط يعني الناس المئات اللي قاعده او الالاف اللي قاعده، فده شيء كويس طبعا. بس برضو مش عارفه، انا عندي تحفظ على فكره حرمان الجماهير، يعني ده عمل فردي، طب انت بتحرم الجماهير ليه؟ يعني مش عارفه انت بتشوفها ازاي لغايه لما يخلصوا من موضوع التحقيقات بس هي الفكره ممكن تبقى دي برضو رساله مكرره مثلا، الموضوع متكرر جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه هي كمان رساله لاي حد بيفكر يعمل اي مظهر من مظاهر الشغب بعد كده، يبقوا عارفين ان اللي هيعمل ده الكل هيتحرم. يعني فكره ان السيئه تعم، فاهم ازاي؟ تمام، بس هي بتضر اكتر اللعيبه، خلي بالك اللعيبه هم اللي بيبقوا عايزين روح الجماهير بتبقى فارقه جدا. بس طبعا هو تصرف غير مقبول في اي دوله في العالم، يعني حاجه اكيد ما نحبش ان احنا نشوفها. اه حبا في فريقه عمل حركه حرمت فريقه من اللقاء اللي الماتش اتلغى وهيبقى عليهم عقوبات، ولسه اما نشوف كمان التحقيقات هتسفر عن ايه. يعني بدل ما يدعم فريقه هو رضاه الحقيقه باللي عمله. تعرف لو في غرامه ماليه قويه رادعه زي ما بيتقال، اعتقد ده لن يكرر مره ثانيه، لان هناك بيفرق معهم قوي الموضوع ده. طبعا.